من نافذة الرياضة تطل تعز على حياة جديدة من تطبيع الأوضاع واستئناف أنشطتها المدنية رغم الحرب والحصار والدمار الذي ألحقته الميليشيات بالسكان والمساكن والمؤسسات والمنشآت الخاصة والعامة. اليوم نشن البطولة الوطنية التنشيطية لأندية محافظة تعز برعاية كريمة من وزير الشباب والرياضة الأستاذ رياف البكري. تأتي هذه البطولة بعد توقف لمدة 3 سنوات بسبب الحرب التي شنها الانقلابيون. اليوم نضطر لإقامة هذه البطولة في ملعب نادي الشروق في الصنة في الريف نظرا لتضرر جميع الأندية والملاعب في المدينة بسبب القذائف والحرب التي شنها الانقلابيون. البطولة تهدف إلى إعادة تطبيع الحياة داخل المدينة بشكل عام. هي رسالة للحياة إذن، مفادها أن تعز التي قاتلت من أجل الكرامة والحرية والمشروع الوطني الكبير تصنع انتصاراتها في كل الميادين رغم تعرضها لحربين وحصارين وأكثر من خذلان. نشاطنا يعتبر يعني رسالة لكل من لا يعرف تعز الإنسان، تعز السلام، تعز الثقافة. نحن عايشين رغم كل ما نعانيه في محافظة تعز من حصار وقتل وقطع راتب. هي رسالة تتحدد عبر مسارين، أن تعز التي نجحت برجالها بجيشها الوطني بشرعيتها في الجبهات، هي تعز التي تخطو خطواتها من أجل استعادة الحياة إن شاء الله، مدينة الانتصارات في كل المجالات التي تنتمي للحياة. بزناد مقاوم وقدم رياضي تعبر تعز نحو استعادة حياتها الطبيعية متجاوزة تحديات الحرب والحصار والخذلان. عبد القوي العزاني، يمن شباب، من ملعب الشروق بمنطقة النشمة، تعز.